الله وبركاته. عليك. تنفيذا للأوامر السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تساهم القوات المسلحة الملكية بمجهودات بفعالية في المجهودات الوطنية للحد من انتشار حرائق الغابات. وفي هذا الصدد مباشرة بعد اندلاع حريق الدردرة ديال منطقة الشفشاون، واللي المؤشرات الأولى كانت تدل على أنه حريق ذا خطورة كبيرة وربما كانت يهدد ساكنة المنطقة، قامت القوات المسلحة الملكية بتسخير 4 طائرات للوهلة الأولى وتم الإقلاع ديالها بظرف وجيز مدينة القنيطرة نحو منطقة الحرائق. يعني ذاك المساء قمنا بمجهودات كبيرة لمدة 3 أسابيع ونصف، وكان الهدف ديالنا هو وقف يعني زحف الحرائق نحو الدواوير، ونجحنا في ذلك بعد إفراغ أكثر من 31 إسقاط للمياه الحرائق. في اليوم الثاني رغم صعوبات المناخية، ارتفاع درجة الحرارة 45 درجة في حدود الرابعة مساء، وارتفاع سرعة الرياح لتجاوز 40 كيلومتر في الساعة، ورغم الظروف يعني المناخية اللي كانت صعبة وكان عندنا يعني واحد التضاريس والحذرات اللي هي صعبة واللي كانت تمنعنا من 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 الرؤية الواضحة، قمنا بإسقاط حوالي 450 طن من المياه على الحرائق، وتمكننا من حد من انتشار ديالها في اتجاهات مختلفة، خاصة أن المنطقة تمتاز يعني بواحد كثافة نباتية. تدخل طائرة الكنادير قاذفة المياه سائل 415 التابعة للقوات الملكية الجوية تتم ضمن واحد تنسيق محكم مع الدرك الملكي، مع الوقاية المدنية، وكذلك مع قطاع المياه والغابات، وبتعاون وثيق مع جميع المتدخلين على الأرض كالسلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. هذا التنسيق هذا تمكننا يعني من القيام بالواجب ديالنا بكل فعالية، وبذلك تقوم كل صباح بوضع واحد خارطة عمل ولا ان بلان دو جور اللي تنوضح فيه كل يعني الاولويات ديالنا، الاهداف ديالنا، والدور ديال كل متدخل، والهدف الرئيسي ديالنا هو حمايه المواطنين، حمايه الممتلكات، وكذلك حمايه المتدخلين لتزاد العدد ديالهم نهار على نهار. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les avions canadiens participent activement aux efforts nationaux de préservation du patrimoine forestier national. Dans ce cadre, 4 avions et une équipe de pilotes et de techniciens des forces Royal Air ont été déployés dès le déclenchement du feu de la commune de Derdera, relevant de la province de Chefchaouen, pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré dans une zone montagneuse et difficile d'accès pour les équipes terrestres. La priorité de notre action est de préserver en premier lieu les vies humaines et les biens, en axant notre action sur la limitation de la propagation du feu en direction des agglomérations. De plus, l'étroite collaboration entre les équipages des avions et les équipes terrestres permet l'efficacité de l'intervention et la sécurité de tout le personnel engagé. Jusqu'à maintenant, les Canadairs ont effectué 140 largages, soit plus de 840 tonnes d'eau, ce qui a permis de contenir l'incendie. Les équipages se préparent maintenant pour un autre décollage de 4 avions afin de maîtriser les foyers encore actifs et d'appuyer les équipes terrestres en vue d'éteindre cet incendie.